أنا مبهورة جدا بالتنظيم الرائع يلي عملته مصر. مصر نظمت الكوب 27 ما شاء الله، يعني قدرت تحملت زيادة من 50,000 بدون زحمة. The organization has been brilliant. The venue is amazing. There's a really great energy and excitement. And I think the organization has been excellent. بدون أي مجاملة، نحن أحلى قمة تنظيمها يعني صدمني بإيجابيته هذه القمة الكوب 27. بهني مصر على هذا التنظيم اللي أكثر من رائع.